انطلقت أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المجلس سيستكمل وبإصرار وإخلاص ما تم من عمل جاد في الدورين السابقين، مشيرا إلى تحديد الأولويات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة واحتياجات الوطن، فضلا عن مواصلة دور المجلس في بناء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. رغم ما تحققه الدولة المصرية من إنجازات ضخمة غير مسبوقة تسارع بها الزمن على كافة المستويات، إلا أنها تبقى مجرد بداية في فكر ورؤية قيادتنا السياسية الوطنية وطموحات شعبنا المصري العظيم على طريق بناء المستقبل، فلا زال الدرب طويلا. وحتى يكون هذا الدور التشريعي خطوة أخرى للأمام، علينا جميعا مجلسا وحكومة كل في موقعه ومناط مسؤوليته العمل والمواجهة الجادة لكافة التحديات. وإنجازاتنا الحقيقية لن تقاس بكم التشريعات واستخدام الأدوات الرقابية فحسب، بل بمدى تقدمنا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لاستكمال مسيرة بناء جمهوريتنا الجديدة والوفاء بطموحات واحتياجات المواطن والنظر المتعمق في أسباب أي مشكلات ومعالجتها والالتفات إلى الأولويات والتركيز عليها واستمرار ما بدأناه من نهج في التنسيق المتكامل بين المجلس والحكومة في مختلف الموضوعات للوصول إلى حلول توافقية تخدم مصلحة الوطن والمواطن.